expensive cups of coffee in the city Sana'a in Yemen. And coffee has a long and rich history in Yemen. Coffee in Yemen. Yemeni cafe. Yemen coffee. Yemen coffee. Yemeni coffee. Yemeni coffee. Yemeni coffee. Yemeni coffee. Yemeni coffee farmers in the Yemen. In Yemen. نأمل من الأخوة المواطنين الاهتمام بزراعة البن من أجل نعيد حضارة اليمن ونعيد الإنتاج الحقيقي الذي هو البن اليمني بالأرض الطيبة بالأرض اليمنية الذي كان مصدر قوي. المشتل بالذات مشتل الإب الزراعي يعني هو الأفضل من المشاتل الموجودة داخل الجمهورية اليمنية يعني هو الأفضل. من حيث الإنتاج من حيث التوزيع لأن المشاتل تدهورت في صنعاء تدهورت في تعز تدهورت في ذمار تدهورت أما هذا المشتل فمستمر منذ 35 عام ونحن في المشتل هذا مستمر بالإنتاج البن وغيره جميع الثمار جميع الزينة كله موجود الحمد لله. عندما نبدأ بمسح الشريط نقوم بإدخال التراب وتعبئة الأكياس بالشكل هذا وبالأحجام هذه الصغيرة الشتلة تؤخذ من الجماعي هذا الذي صورتمه سابقا وتوضع بداخل الأكياس هذه يعني بالفرد كل شتلة في كيس حتى يتم الشريط نقوم بتسقيته ومتابعته نزع الحشائش والأعشاب تستمر هذه المرحلة لمدة سنة داخل الأكياس هذه إما توزع للمواطنين أو تباع أو تنقل إلى أكياس أكبر حي بعد السنة أكياس البيضة هذه يعني الأكياس البيضة هذه ممكن تستمر من سنتين إلى ثلاث يعني حتى وإن بدأت بالثمرة يكون الجذور يعني متسعة داخل الكيس فتأخذ للمواطنين والحمد لله سعر بسيط 1000 ريال شجرة بداية زهرة بداية ثمرة يعني نأمل من الأخوة المواطنين الاهتمام بزراعة البن من أجل نعيد حضارة اليمن ونعيد الإنتاج الحقيقي الذي هو البن اليمني بالأرض الطيبة بالأرض اليمنية الذي كان مصدر قوي يعني تحصل بعض الجرب ما بين الشجرة بن ولا بين شجرة فاكهة ولا يعني هذا يعني شيء مش طيب بالنسبة للبلاد أرض طيبة بلد طيبة ورب غفور يعني إحنا نشتي نطبق الآية كما قال الله سبحانه وتعالى بلدة طيبة
ورب غفور، بلدة طيبة ورب غفور. نزرع والله سبحانه وتعالى عنده كل خير، يعني الحمد لله بفضل الزراعة الأمور تسبر بفضل الله، الأمور تسبر بفضل الله، تسبر بفضل الله. الأيادي المتسخة تعني الماء النظيف. نشكركم ونشكر شركة موكاتو يسعي على زيارتها ودعمها للمشاتل في جميع أنحاء الجمهورية، ولكم جزيل الشكر.